شهادات دولارية جديدة، إيه اللي بيحصل في بنوك مصر؟ واضح إن طرح شهادات بالدولار مش هيتوقف على البنوك الحكومية، سواء البنك الأهلي أو بنك مصر، وشكلنا كده هنشوف شهادات دولارية جديدة الأيام اللي جاية. فيا ترى إيه اللي بيحصل في بنوك مصر؟ وإيه حكاية الشهادات الدولارية دي؟ ومين البنوك اللي بتدرس إنها تصدر الشهادات؟ بانكير، نبض البنوك. واحنا بنتكلم مع حضراتكم حاليا، في اكتر من بنك بيدرسوا امكانيه طرح شهادات دولاريه مرتفعه العائد زي ما عمل البنك الاهلي وبنك مصر، في اطار سياسه مصرفيه بتستهدف الاستفاده من كميه الدولار الموجود خارج الجهاز المصرفي في محاوله للسيطره على السوق السوداء. وأصدر البنك الأهلي وبنك مصر شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، وبتتيح الشهادة الأولى في كل بنك فايدة 9% تصرف بالجنيه، ومقدماً عن السنوات الثلاثة يعني 27% مقدم، وكمان الاقتراض بضمان الشهادة لحد 50% من قيمتها. أما الشهادة الثانية فبفايدة 7% بتصرف كل 3 شهور بالدولار. البنك العقاري المصري العربي واحد من البنوك اللي أعلنت بالفعل إنها بتدرس بشكل جدي إصدار شهادة بالدولار، وأكد وليد ناجي نائب رئيس إدارة البنك إنه هيعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لدراسة الشهادات الدولارية المطروحة، وقال إن القرار النهائي هيصدر الأسبوع اللي جاي. نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي قال إن الشهادات الدولارية الجديدة بتستهدف جذب المصريين المغتربين بالخارج بهدف إيداع أموالهم في شهادات دولارية ذات عائد مرتفع واللي مفيش مثيل ليها في البنوك الخارجية، وكمان للناس اللي بتحتفظ بمدخراتهم الدولارية خارج القطاع المصرفي. مش بس البنك العقاري المصري العربي اللي أعلن عن إمكانية طرح شهادة بالدولار، وأكد محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول إن فكرة طرح البنك الأوعية الدخارية دولارية جديدة خلال الفترة اللي جاية تحت الدراسة حالياً، وبتتوقف على مدى احتياجات البنك ورغبة العملاء. فايد أكد إن البنوك ما بتستخدمش حصيلة مدخرات العملاء في تمويل الواردات، ولكن بيتم توظيفها في عمليات الإقراض أو شراء السندات الدولارية، بينما الدولارات المخصصة للواردات بتيجي عن طريق تنازلات وبعدين استخدامها في الاعتمادات المستندية. بانكير، نبض البنوك.